يحاول حزب الله إمساك البلد اقتصاديا، وعليه يفاخر يوميا باستيراده باخرة النفط من إيران التي قد يستورد معها العقوبات الإيرانية في حال دخلت لبنان. أكيد راح يصير عقوبات على الشركات الخاصة إذا تعاملت مع منظمات إرهابية وإجرامية، حسب الله عنده هذه الصفتين بالولايات المتحدة. أما بالنسبة للدولة اللبنانية فأعتقد أنه الدولة أضعف بكثير من أنه تبادر وتخالف قانون العقوبات. ومنذ أعلن حسن نصر الله قدوم الباخرة بدأت التساؤلات عن أي مسار ستسلكه وكيف ستدخل لبنان. إذا دخلت على سوريا ومش على لبنان، مبدئيا إنه هي الحكي إنه ببنياس من بنياس بيحطوهم بالشاحنات وبالشاحنات بفوتوا. سؤال كبير اليوم، هل سيدخلون من المرافق الشرعية برا أو عبر المرافق اللي هن عم يستعملوها أساسا للتهريب؟ الخارجية الإيرانية علقت على الموضوع بأنها لا تستطيع الاكتفاء بمشاهدة معاناة الشعب اللبناني، وعبرت عن استعدادها لمساعدة لبنان إن طلبت الحكومة اللبنانية ذلك. الإيرانيين وحزب الله بيعتبروا أنه اليوم أحسن وقت لهم ليرسخوا هذه العلاقة بين إيران وحزب الله وخط الممانعة، وبالتالي اليوم أحسن وقت لترسيخ العلاقة الاقتصادية بعد العلاقة العسكرية والأمنية، وبالتالي مشان هيك كمان بدهم يورطوا الحكومة اللبنانية. مشان هيك عم بيقولوا منطالب كمان إذا الحكومة اللبنانية بحاجة لمساعدة نحن منأمل المساعدة. نصر الله تحدث كثيرا عن الباخرة مؤخرا وسط اتهامات له بمحاولة توظيف أزمة اللبنانيين لغايات دعائية، خاصة وأن حمولة السفينة التي دفع ثمنها تجار من الطائفة الشيعية قد لا تصل أبدا للمواطنين اللبنانيين، كون شركات المحروقات سترفض التعامل مع الحمولة التي قد تجلب إليها عقوبات أمريكا القاسية. وسط كل ما يعصف بلبنان من أزمات، اتهامات لحزب الله بتجاهل الوضع المتدهور وإصراره على جلب الويلات إليه. نهج يوسف، العربية، بيروت.